احنا بدينا انه احنا نريد حكومه جديده، بما انه هم خلوا العلاوي احنا ما نريده، لذلك بقينا مستمرين الى انه تنازل، واحنا راح نبقى مستمرين الى ان يجي الشخص المناسب اللي احنا نريده. يعني مهما شنو الاشياء اللي ببالهم ممكن يسوونهن، احنا راح نبقى مستمرين لحد ما يجي شخص جديد واحنا نريده. انه المفروض احنا نكون جديين، يعني مو انه هي الطلعه كلش، يعني لا اكو بيها ونسه ولا اكو بيها من هاي السوالف الامور الجانبيه. احنا طلعتنا لازم تكون جديه، لازم نكون اكثر جديه، اكثر يعني اكثر رفض، اكثر قوه، اكثر عزم. تكون يعني ماكو فد شخص يجي يطب بيناتنا ويخرب هاي المجاميع القويه. المفروض احنا نكون نبقى ثابتين صامدين لحد ما يجي شخص المطلوب، مهما كان سنه سنتين نبقى احنا مستمرين. اللي ما يريد استجابه المظاهرين معروفين، ما حاجه يعني كتل سياسيه حزبيه مدعومه من الخارج، ما يردون يتغيرون، لان هم شافوا الفلوس حلوه، مستحيل يريد يعني يتنازل عن حكمه، لذلك هو يريد يبقى مستمر، ما يريد يغير، ما يريد يطل الكرسي مالته. ومع ذلك احنا راح ناخذ الكرسي من يمه اللي هو مو مالته، مال الشعب. امور واضحه، يعني امور واضحه جدا، واضحه كوضوح عين الشمس. مثل ما كان قبل اكو شخص يجي للعراق ويدخل يحل النظام كله ويسوي نظام، هسه هم اكو شخص موجود يحل النظام وكيفه يشتغل وباقي يلعب بالدوله بكيفه، وكانه احنا وايران دوله واحده. عمي ايران واحد واحنا واحد. اسباب الانتفاضه: استمرار، ثبات، تحقيق مطالب، تغيير أنظمة، تغيير كتل فاسدة، تغيير ناس دتبوك بينا، تغيير أنظمة دراسات، الكواي وكلش هواي شغلات. يعني هذول اللي عديتهم كلش بسيطين. ما حد ماخذ حقوقه، ما حد ماخذ حقوقه. أول شيء اسم المسيرة اليوم لا ما نتعب، لذلك احنا راح نبقى ما نتعب، مستمرين، ثابتين، خالدين، ما حد يوقفنا، ما حد يقدر لنا، نبقى إلى أن تتحقق المطالب، إلى أن يجي رئيس جديد يحقق مطالبنا وإحنا نريده، مو هم يخلونا، إحنا نريده، لأن الحكم من خلال الشعب.
خطواتنا القادمة أنه نستمر بالتظاهرات، طبعاً خصصنا يوم إليه هو الخميس، فأكيد استمرار لحد ما تتحقق المطالب مالت الشعب، لأن هذا يؤدي إنه كوناً أنه إحنا من بداية 2019 25/10 بدينا بالتظاهرات، وبدينا بأعداد هواية وطلاب هواية كذلك استمرت في التظاهرات، فمستحيل أنه نفشي هاي الخطوة مال التظاهرات وأنه نبتعد عنها، فإحنا راح نستمر بهذا الشيء، راح نستمر بهذا الشيء استمرار لحد ما تتحقق مطالبنا ومطالب الشعب، لأنه إحنا كوننا شعب نحتاج لهواي أشياء. إحنا نريد نبتعد عن الأحزاب، إحنا نريد بلد ديمقراطي، استقلال عن الأحزاب، بعيد عن الأحزاب، إنه الأحزاب تبتعد عن البلد، فهذا الشيء إنه إحنا طالعين إليه. طبعاً ما يحتاج لها إنه أتكلم هواي، أكيد إنه بعض الأشخاص كون من بعض الأحزاب اللي ما تريد التظاهرات تستمر، وتعرفونها إنه منتسبة لبعض الدول ومنتسبة لبعض الحكام اللي موجودين حالياً عندنا، تدخل من بين الدول اللي ما تريد الخير لهذا البلد، هواي تدخلات عن طريق بعض الأحزاب اللي منتمية لإيران، فهاي يؤدي إنه إيران تتدخل إلها، لأنه عن طريقنا عن طريق العراق راح تسوي مجالاتها وكل الأشياء اللي تريد أنه تستوردها للعراق توصل، لأنه أمريكا فرض عليها حصار، هذا الحصار يمنحها على أنه تود منتجاتها لغير العراق. أسباب الانتفاضة أنه الشعب يريد بلد، إحنا نريد بلد، بلدنا، أنه كوننا هسه إحنا في حالة تطور و2020 وراح أكو سنوات سابقة، احنا نريد انه ان مستقبل، نضمن مستقبل، انه نضمن مستقبل للاجيال اللي راح تجي ورانا، فمستحيل انه تبقى على هذا النظام ونبقى عليه هذا الشيء، ومن الحكومة، لان الحكومة ما موفرت لنا اي احتياجات، احنا انطينا شبابنا على مود تستمر هاي الثورة، انطينا دماء لنا عزيزة علينا، عزيزة على هذا البلد، هذول الاشخاص اللي استشهدوا، ذول اللي يحبون بلدهم من صدق، انه يردونها واستشهدوا على مودنا، على مود مستقبلنا، على مود نضمن، يضمنون مستقبل عوائلهم، ويضمنون مستقبل شعبهم، ويضمنون مستقبل أبناء شعب هذول اللي حالياً موجودين هنا. بعد السحاب محمد علاوي ان شاء الله احنا مستمرين تحقيق مطالبنا، احنا مطالبنا رئيس وزراء مستقل، يعني مو من الوجوه الحزبيه هاي، وقانون انتخابات وتحديد موعد انتخابات مبكره ان شاء الله فتره 6 شهور، فهاي مطالبنا ان شاء الله احنا مستمرين لحد ما يتحقق هاي المطالب، واهم شيء عندنا اهم مطلب هو اكمال قانون انتخابات وتحديد موعد الانتخابات اللي هو اهم من رئيس الوزراء، لان فترته هو 6 شهور ما ياثر عليه، فاحنا نريد نبني للمستقبل للفتره مال 4 سنين هي مال الانتخابات، فهذا الهدف من المظاهرات مال الطلاب، انه رئيس وزراء مستقل مو مهم، احنا صار فتره 6 شهور اي واحد يجي لنا خليجي، بس اهم شيء يعطونا موعد انتخابات مبكره واكمال قانون الانتخابات حتى الشعب يقول كلمته بعدين. ان شاء الله الرفض مستمر وما نتعب ومستمرين،
الا يجينا رئيس وزراء مستقل ومن الشعب مو من الاحزاب، ما نريد وجه حكم العراق بالفتره الماضيه لانه هو فاسد وتعامل بالفساد، فاكيد راح يجي يرمي بالفساد علينا نفس الشيء، يعني يعيد علينا نفس الاسطوانه، فاحنا ما نلدغ مرتين. اللي ما يريدون يستجيبون هم السياسيين نفسهم، قاده الكتل معروفين، هم كل واحد عنده تالف مثل كتله البناء، كتله السائرون، الاكراد، السنه، هم كلهم يعني لا شوف انت اليوم السنه والاكراد من رضوهم محمد علاوي حبا بالشعب، لا هذا طمع بمناصبهم ما انطاهم اللي يردونه، ضغطوا عليه ما قدروا، وعليه ضغط هو من ايران ومن جهات خارجيه فما رضى ما قدر ينطيهم، هو بده يعطيهم بس ما قدر لان الجهه تضغط عليه مالته اللي دعمته هم سارون يضغطون عليه، فاحنا معروفه واحنا نحكي بكل جراه وما نخاف لان احنا طالعين للوطن، فهاي حقيقه لازم الشعب يعرفها انهم تعاركوا على الكيكه. شباب الثوره هي قمع الدراسات العليا اولا، كان الشراره نحن الطلاب طلعنا مو دراسه العليا، هو اسباب الفقر، انتشار الفساد بالدوائر الدوله، العراق يعني صار له 16 سنه بنفس الدوامه، ما عندنا تطور ولا عندنا منشآت ولا عندنا اي شيء، يعني ما اشوف شيء، اليوم احنا اهل الشوارع شوف ما عندنا شيء اسمه عراق اصلا، ما عندنا دوله، احنا سياده ما عندنا، ما عندنا قانون، فاللي طلعنا احنا نطالب بدوله وسياده بقانون ان شاء الله يحكم البلد ويحصر السلاح بيد الدوله، بقت الطبقه المثقفه هي الطلاب والمدنيين وان شاء الله مستمرين لان هم هذول اللي ينصرون البلد، اللي يبقى بالاخير ويقاوم كل هذا القتل والترهيب والتخويف والتهديد فهذا ينتصر لان هذا الحق وياه والله وياه. طبعا الخطوات القادمه احنا مصرين وثابتين على ان يتم اختيار رئيس وزراء هو من هذه الساحات، منطلقا من الساحات العز، ساحات الكرامه، ساحات المطالبه بالحقوق الصادعه بحقوق المدنيه، ويجب ان تكون يجب ان يكون رئيس الوزراء مهيئ لدوله مدنيه، مهيئ لقانون انتخابي، مهيئ ل انتخابات نزيهة حرة معبر يستطيع أن يعبر من خلالها المواطن عن صوته بكل أمانة وحرية وكل صدق. صرحنا وقلنا أنه نرفض رفض قاطع أن يكون رئيس الوزراء القادم هو من نفس هذه الأحزاب، هذه الأحزاب ما عادت تفيد، هذه الأحزاب هي أحزاب متخلخلة وضعيفة زين، ولا يمكن لها إدارة دولة مدنية. هناك العديد من الجهات، طب نذكر منها هي بعض الأحزاب هي أحزاب متسلطة طاغية تحكم بالقوة زين، وقد ثبت فشلها. هذه الأحزاب ليس من مصلحتها أن يكون هنالك دولة مدنية، دولة لا تعطي حق المواطنة، حق المواطن. التدخل ليس فقط إيرانيا، عدة دول تتدخل لإسقاط هذه المظاهرة لأنها لا تصب في مصلحتها. هذه المظاهرة هي مظاهرة عفوية خرجت مطالبة بإصلاح شامل
مطالبة بتغيير شامل للوجه العسكري زين وللواقع المأساوي الذي نعيشه. طبعاً طلقت هذه الانتفاضة لرفض كل الثلة الفاسدة ولرفض هذا البرلمان ولرفض رئيس الوزراء الذي فشل فشلاً ذريعاً في تأدية مهامه عن طريق المحاصصة. وكانت الرسالة الأولى إنه هذه المحاصصة ما عادت تنفع وقد أضرت بالمواطن وقد أضرت بالشعب العراقي وقسمت البلد والطائفية. كل ذلك كل هذه العوامل زين أسهمت إلى خروج ثورة في وجه الطغيان وفي وجه الثلة الفاسدة الحاكم. لحد الآن سياسيا لم نرى تحرك صادق إنهم يريدون تخليص الأمور والخروج بالبلد لا بر الأمان، مجرد وعود كاذبة ووعود ووعود وليس هنالك حلول. لحد الآن لم نرى حلول صادقة. أبرز المطالب حالياً هي أنه نريد وطن. الوطن حالياً عندنا أهم من كل شيء، أهم من البطالة، أهم من الفقر، صار هو الدافع الأول عندنا. طبعاً خطواتنا القادمة تشكيل لجنة تمثل المتظاهرين مثل كأي كيان سياسي أو حركة سياسية، تمثل مساحات التظاهر، تنبثق من الخيم، كل خيم أيضاً كل نفر أو نفرين يمثلهم، أوكي، يختارون رئيس وزراء يمثل غير جدلي يمثل ساحات التظاهر. قلت لك نفس الجواب حالياً، هو اللي يجب تشكيل حركة سياسية تمثل متظاهرين، تختار هاي الشخصية رئيس الوزراء بحيث تمثل متظاهرين يعني غير جدلية غير منبثقة من الطبقة السياسية، لأن الطبقة السياسية أي إجراءاتهم أي أهدافهم أي توجهاتهم مرفوضة رفضاً جملة وتفصيلاً من قبل المتظاهرين، لأن هي طبقة اعتدت على المتظاهرين عثت في الأرض الفساد. بعد استقالة محمد توفيق علاوي خطواتنا هي نريد مرشح يكون من رحم ساحة اعتصام البصرة ويكون مرشح مستقل وغير تابع للأحزاب السياسية. احنا اعطينا مواصفات ما اعطينا اي فرد حاليا. سبب عادة نفس الشخص هو مجلس النواب والمحاصصة الحزبية الموجودة بمجلس النواب. شكو شخصية جاي تنطي من ساحة الاعتصام جاية الرفض بسبب مجلس النواب والمحاصصة. جهات ما تريد استجابة للمطالب هي الأحزاب الموجودة بمجلس النواب، هو السبب الرئيسي
رفض المطالب هو مجلس النواب والمحاصصة الموجودة بمجلس النواب. السبب الرئيسي اليوم اللي خلانا نطلع هي المحاصصة الحزبية. يعني احنا نريد اليوم المطلب الرئيسي انه هي دولة خالية من الهزات. طبعا الرفض من قبل المتظاهرين لمحمد توفيق علاوي هو عدم ظهور متظاهر او ظهور شخصيه من رحم التظاهرات، فهذا انعكس مردود وسلبي على المتظاهرين جميعا، لانه لم يتعايش مع المتظاهرين الذي خرجوا من اجل مطالبه بالحقوق المسلوبه التي سلبتها الحكومه المركزيه، لان محمد توفيق علاوي مشارك في العمليه السياسيه، فهذا يعني انطياز غير منتظم غير صحيح للمتظاهرين، فهذا انطى انه يظهرون بهذه التظاهرات المليونيه الرافضه لمحمد توفيق علاوي. طبعا جهات عديده وكثيره، منها الناس اللي يعني قولتهم تريد تدس الماء بالعسل، دس السم بالعسل، انهم يريدون اسكات هذه الثوره من اجل اسكات هذا الشعب، لكن هذا الشعب مصر بالخروج والمطالبه بالحقوق المسلوبه. طبعا الجهات والدول اللي تتدخل بشؤون العراق كثيره، مو فقط ايران، امريكا، دول الخليج، لهم كل الاحترام كل الحب لانهم جار، لكن لا يتدخلون بشؤون الداخليه للعراق. تعلمنا في مدارسنا انه عدم تدخل بشؤون الداخليه لاي بلد كان. طبعا المطالب معروفه واضحه من قبل المتظاهرين وهتافاتهم واضحه، هي نريد وطن من عام 2003 لحد الان نعيش ب عوامة كبيرة جدا للسياسيين اللي يستغلون هذا الوضع وفطرة العراقيين وسكوتهم على السكوت، مو عمل انه الجبن او الخوف، انما هو الصبر. الله سبحانه وتعالى وصل الانسان بالصبر، وبعد الصبر انه يكون فرج، لكن الحكومة المحلية الحكومة المركزية لم تستجيب للمتظاهرين، فخرج اليوم بهذا العدد الكبير بالمطالبة بالحقوق المسلوبة. بالحقيقة انسحاب محمد توفيق علاوي بسبب رفض المتظاهرين لأي رئيس وزراء يصدر من الكتل السياسية، وعليه نحن كل انتخابات نيابية تواجه مشكلة للشعب العراقي هو اختيار رئيس وزراء. المفروض اليوم احنا كقانونيين وكمتظاهرين لدينا مقترحات نخلص الشعب العراقي من هاي المهزلة السياسية، وهي تعديل الدستور. تعديل الدستور يجب أن يكون انتخاب رئيس الوزراء والسلطات الثلاثة من قبل الشعب مباشرة مع انتخابات أعضاء مجلس النواب، حتى يكون الشعب هو من يختار رئيس الوزراء ويختار رئيس الجمهورية ويختار رئيس مجلس النواب. وفي هذه الحالة نستطيع أن نتخلص من الكتل السياسية التي تجبر الشعب العراقي على رئيس وزراء من قبل الكابينة. الشعب هو يعني هو مصدر السلطات. اليوم إذا ثبتت الأحزاب السياسية على ترشيح شخصية سياسية
لها مناصب سابقة بالحقيقة سيكون تصعيد وارد عند المتظاهرين. كل الأحزاب السياسية التي تعارض مصالحها هي رافضة لهذه الفكرة. هنالك تدخلات من كثير من الدول المنطقة من أجل عدم التأثير على مصالحها السياسية والاقتصادية. الأسباب انتفاضة الشعب ليس البطالة كما يشاع وليس الفقر كما يشاع، بل الشعب أراد وطن حر نزيه خالي من السيطرة الحزبية على المناطق العراق. بعد 2003 كنا نتأمل بأن تكون هنالك حكومة وطنية تراعي مصالح الشعب، لكن فوجئنا بمجموعة من الفاسدين، كل الأحزاب الفاسدة. المطالب المتظاهرين التي ترفع دائما بالمقدمة يريدون وطن أولا، ثانيا يريدون رئيس وزراء مستقل غير جدلي، ثالثا توزيع ثروة النفط على المواطنين العراقيين وهذا الأمر كفله الدستور العراقي، رابعا تعديل الدستور العراقي وتغيير النظام البرلماني إلى نظام مختلط، يكون نظام مختلط حتى نتخلص كما قلت سابقا من اختيار رئاسات الثلاث من قبل الأحزاب السياسية.